السلام عليكم شباب، معاكم ام دي، واليوم بخبركم كيف تزيدون خانات السحر. يعني تقدرون تاخذون سحر اكثر واكثر، يعني تغيروا اكثر من نوع. يعني لما تلعبون بدايه اللعبه عندكم خانتين، فانا بخبركم كيف تزيدونها اكثر واكثر. طبعا لازم نروح مكان اسمها راوند تيبل. فكيف تروحون هناك؟ تعرفون الشخصيه الرئيسيه، البنت الرئيسيه ميلينا، تشوفونها بدايه اللعبه. الحين انا شفتها مره ثانيه. وين شفتها؟ شفتها هنا في هالمكان بالضبط. فلما جيت هني عشان اروح وامسك الجريس بوينت، زين طلعت قدامي قالت يلا تعال بنروح الراوند تيبل. راوند تيبل عباره عن النكسس، ذكرونا المكان الاساسي في اللعبه تروحون تختارون الاماكن اللي تبون تروحون لها. طبعا هناك فبتكلم وياك وتقول لك تعال نروح. بعدين شو تقدر تسوي من فاست ترافل نفسه؟ تقدر تروح الى التيبل اوف جريس. فنروح هناك لازم يكون عندنا 3000 رون اللي عباره عن سولز عشان نقدر نشتري خانة إضافية. طبعا هذه تقريبا هني خانة واحدة عندنا، زين هذه خانة واحدة. أما بعدين ممكن تحصلون برا، ممكن تحصلون أماكن ثانية، ونقدر نشتري أكثر وأكثر لين ما نسوي بروجرس. فالمهم هذه الميموري ستون، فكل ما زاد عندنا ميموري ستونز بيكون عندنا خانات أكثر وأكثر. طبعا أنا أوريدي اشتريتها ب 3000 رون، الحين بروح وبستخدم وبضيف، يعني بحط شو يسمونه بدل سحرين يكون عندي ثلاثة الحين. فهمتوا كيف؟ الحين بطلع مره ثانيه بروح عند الجريس بوينت، ومن هناك اقدر اختار ومن شو يسمونه وحده ثالثه زياده. وهذه هي شباب، ان شاء الله بنحط كل الفيديوهات. تابعونا، سووا لنا فولو على انستغرام، وشاركونا على قناتنا في يوتيوب، ودمتم سالمين.